بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي، سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي، فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي، وهموا واشربوا أنتم جنودي فساقي القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتسالي، مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال، أنا البازي وأشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال، وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي، وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حالي. فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال، ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال، ولو ألقيت سري فوق نار خمدت والطفت من سر حالي، ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا. وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتاني، وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي. مريديهم وطب واشتح وغني وفعل ما تشاء فالإسم علي. مريدي لا تغف الله ربي عطاني رفعة نلت المنالي، تبولي في السماء والأرض دقت وشوس سعادتي قد بدالي. بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد سفالي، نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. مريدي لا تخف واشل فإني عزوم قاتل عند القتال. يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا. درست العلم حتى صرت قطبا ونلت صعدا من مولى الموالي، فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي. رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي، وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمالي. نبي هاشمي مكي رجاز وجد به نلت الموالي، أنا الجيلي محي ديني اسمي وأعلامي على رأس جبالي. أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال، وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمالي. تقبلني ولا تردد سؤالي، أغثني سيدي انظر بحالي. يا شاهدي لا يا
یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جینا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم. آئیے اللہ کریم کے پاک ناموں کا ذکر کرتے ہیں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں ہر نام کی اپنی ایک تاثیر ہے اور اس میں رحمتوں کے جہان بس رہے ہیں. جب ہم کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا نام پڑھتے ہیں تو اس نام کی تاثیر ظاہر ہوتی ہے. تو آپ اسی نام کی مناسبت سے کوئی دعا کی نیت کیا کریں اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر کیا کریں. یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا رزاق 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 یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا اللہ. سب پاکستان کو پاکستانیوں کو سلامتی دے دے یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا اللہ 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 یا مسبب الاسباب